سلام لزامي، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا مزيان ولقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم هذا الفيديو غادي تكون تتمه ديال الفيديوهات السابقه اللي درت على الهجره الى كندا، وبالخصوص الهجره عبر لونتري اكسبريس او الهجره السريعه. هاد الفيديوهات عجبوكم بزاف وكنتم نتوما كثار سولتوني انني نوريكم كيفاش كنحلوا الحساب في الهجره السريعه او لونتري اكسبريس. هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هاد الفيديو، وغادي نوريكم ايضا كيفاش كندير باش كنلقى الجديد ديال كندا او الجديد على الهجره، يعني في الموقع غادي نوريكم الصفحه اللي كنلقى فيها جميع المعلومات، هكا باش نتوما تبقاو ديما تدخلوا لهذيك الصفحه وتشوفوا الجديد، لان هاد الفيديو غادي تكون اخر فيديو على الهجره السريعه اولا بالخصوص على النظام الجديد ديال الهجره السريعه اللي سميتو لا سيليكسيون اكسي سور لي زونسومبل، اللي كنت بارطاجيت معكم بزاف الفيديوهات عليه في هاد القناه. يعني ما بقاش ليا فين نزيد على هاد الموضوع، ما بغيتش نبدا نعاود نفس المعلومات في كل فيديو باش ما نتقلش عليكم، وايضا هكا باش تجيني الفرصه انني نبارطاجي معكم مواضيع اخرى اللي تقدروا تستفدوا منها في هاد القناه. اذا ان شاء الله هادشي كله غادي نشوفوه في البيسي، غادي يكون عندكم روابط لتحت باش تمشيو تشوفوهم حتى نتوما ودخلوهم في الفافوري عندكم، باش ديما تبقاو تدخلوا ليهم بحال اللي دايره انا، دايره نفس الحاجه، مدخله هذوك المواقع في لي فافوري هكا باش ما نفلت حتى شي جديد. اذا نبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم في لي فافوري ديالي كاينه الصفحه اللي خاصه بالندوات الصحفيه ديال كندا، هي اللي كندخل ليها في الاول باش نشوف الجديد اللي كاين في كندا. اخر جديد هو كيتعلق بالناس اللي ناطقين بالفرنسيه، غادي يبداو يتصيفط لهم الدعوه استثنائية في اطار الهجره السريعه او لا لونتري اكسبريس مع داك النظام اللي سميتو لا سيليكسيون اكسي سور لي زونسومبل. بالنسبه لا سيليكسيون اكسي سور لي زونسومبل او لا لي كاتيجوري، كاينه حتى هاد الصفحه اللي غادي تكون لتحت في الديسكريبسيون حتى هي، اللي مهمه خصكم تخليوها عندكم في لي فافوري، فين كتفسر اكثر هاد النظام شنو هو ولاش كيصلح. انا فايت لي هضرت في هذا الموضوع بزاف في القناه، كنشجعكم انكم تشوفوا الفيديوهات اللي قبل الا بغيتوا تعرفوا المزيد من المعلومات، اولا تجي تقراو هاد الصفحه بشويه عليكم. اللي خاصكم تعرفوا هي لتحت كاينه هاد الفقره اللي سميتها كي بو بريزونتي اون دوموند، شكون اللي ممكن يدفع طلب للهجره السريعه. كاينين 6 ديال الفئات اللي داخلين في هذا النظام الجديد، الناس اللي كيتقنوا الفرنسيه، الناس اللي خدامين في مجال الصحه، الناس اللي خدامين في العلوم التكنولوجيه الهندسه والرياضيات، الحرفيون، نجار، قزار الى اخره، الناس اللي خدامين في نقل البضائع، والناس اللي خدامين في الفلاحه ولا غو اليمونتير. اذا باش تعرفوا راسكم واش نتوما داخلين في هذه الفئات، كتختاروا وحده فيهم على حسب المجال ديالكم. افترضوا مثلا انايا خدامه في الصحه، غادي نختار هذه وغتحل لي واحد الفقره جديده. هنا عندي الاختيار، يا اما غادي نبقى نقرا هادشي كامل، عندي 4 صفحات خصني ندوزهم، ولكن ما كنصحكمش بهذه العمليه، يا اما هنا غادي نجي نكتب المهنه ديالي. مثلا انا خدامه نوتريسيونيست، يعني نكتب غير الكلمات اولا الحروف الاولى ديال المهنه ديالي، وهو غيعطيني اقتراحات. وكيف ما كتشوفوا لي نوتريسيونيست لي ديتيتيسيان داخلين في هاد الفئه ديال مجال الصحه، اذا ممكن يدفعوا، وخصوصا ممكن تصيفط لهم دعوات استثنائيه في الايام الجايه، يعني بطريقه سهله وسريعه. وفي هاد الصفحه النيت غادي تلقاو هاد الرابط، الى دخلتوا لهاد الصفحه لتحت غادي تلقاو الجدول اللي فيه جميع الدعوات اللي كيتصيفطوا من طرف هذا النظام، وايضا برامج اخرى كيف ما كتشوفوا هنايا، كاين اوكان بروغرام سبيسيفي. اذا اخر دعوات اللي تصيفطوا هما في 7 يوليوز، الناس اللي كيهضروا ولا كيتقنوا الفرنسيه، وتصيفطات تقريبا 1300 دعوه قبل منه بنهار، تصيفطوا عاوتاني 1500 دعوه قبل منها، كاين 500 دعوه تصيفطات للناس اللي خدامين في العلوم التكنولوجيا الهندسه والرياضيات الى اخره. وهنا الفوق كيفسروا بان كل جوج سيمانات كيصيفطوا دعوات الناس اللي داخلين في هذه الفئات، يعني كيشدوا واحد الفئه معينه على حسب الخصائص اللي عندهم، كيرتبوا دوك الناس اللي داخلين في هذه الفئات على حسب النقطه العاليه اللي عندهم، من بعد كيصيفطوا لهم دعوات. كل فئه كيحددوا واحد العدد ديال الدعوات اللي غادي يصيفطوا، ما يقدروش يصيفطوا للاسف لكلشي، ولكن كيف ما مكتوب هنايا كل جوج سيمانات كيكونوا دعوات كيتصيفطوا. دابا باش تدخلوا لهاد لو باسان خاصكم تقيدوا في لونتري اكسبريس، ولكن فايت ليا شرحت واحد النقطه مهمه بالنسبه لونتري اكسبريس، ما تجي تحل البروفايل ديالك في لونتري اكسبريس حتى تكون بعدا درتي جوج الحوايج. هاد جوج حوايج هما امتحان ديال اللغه
في الفرنسيه والانجليزيه. والحاجه الثانيه هي انكم ديروا معادله الشواهد، ضروري ديروا هاد الخطوات بجوج، هادي وهادي، هاد تفكروا انكم تحلوا الحساب. دابا حنا غنشوفوا كيفاش غنحلوا هاد الحساب. غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون هاد الصفحه اللي غادي تدخلوا ليها باش تشوفوا بعدا واش تقدروا تدفعوا لونتري اكسبريس او لا. غيطلبوا منكم هنايا انكم تحققوا بانكم مقبولين في الهجرة. غيطلبوا منكم هنايا انكم تحققوا بانكم مقبولين في الهجرة السريعة. داكشي اللي غنديروا، هذه هي المرحلة الاولى، عاد نقدروا نحلوا البروفايل. هنا غادي يسولونا بعض الأسئلة اللي ضروري خصنا نجاوبوا عليهم قبل ما نحلوا بصح البروفايل. انا باش تزق لي هذه العملية مزيان، غادي نجاوب على جميع الأسئلة بواحد الطريقة ان نتقبل في كندا. ولكن نتوما ملي تكونوا غادي تدوزوا هذه الأسئلة ضروري تجاوبوا بطريقة صحيحة. اول حاجة كطلبوا منكم شنو هي المقاطعة اللي تبغيو تعيشوا فيها. الا ما كنتوش عارفين تقدروا ديروا اي مقاطعة، ماشي مشكل. انا غادي ندير اونتاريو. اللغات الرسميه ديال كندا هي الانجليزيه والفرنسيه. وشنو هما لي تيست اللي درتو ولا امتحانات اللغه اللي درتو؟ عليها كنأكد ضروري انكم ديروا امتحانات قبل، حيت النتائج ديال دوك الامتحانات هما اللي غديروا دابا كجواب في هاد الاسئله. غادي ندير الايلتس دابا بالنسبه للانجليزيه، من بعد غادي يعطيني باش نحط امتحان اللغه ديال الفرنسيه. غادي اختار التاريخ اللي دوزت فيه هاد الامتحان. غادي ندير مثلا شهر واحد في 2023 باش يشوف واش التيست باقي صالح ولا لا. بالنسبه للنقاط كيف ما قلت لكم، غادي ندير اعلى نقطه هكا باش نتقبل في هاد الصفحات وباش نور لكم المرحله الجايه. ولكن كنأكد ونعاود انكم نتوما ما عندكمش الحق تكذبوا في هاد المرحله، حيت ملي غادي يهزوكم، نفترضوا انكم كذبتوا ومن بعد تهزيتو وصيفطوا لكم دعوه باش تبداو تصيفطوا لهم الوثائق، غادي يشوفوا ملي غادي يوصلوا لهم نتائج ديال امتحان اللغه بانكم كذبتوا، داكشي اللي حطيتو هنايا ماشي هو اللي في الواقع. بالنسبه للفرنسيه نقول لهم درس الدي سي اف، نفس الحاجه غندير في شهر واحد. وحتى هنا غادي ندير اعلى نقطه باش تقبل ليا هاد المرحله وندوزو المرحلة الجايه هكا باش تشوفوا شنو كاين من بعد. هاد الفقره ماشي بالضروري انكم تعمروها، هادي خاصه بالناس اللي فايت لهم خدموا في كندا وخداو التجربه في كندا، رجعوا لبلادهم وبغاو عاوتاني يهاجروا الى كندا. يعني انا هنا غادي نكتب ما كانش عندي الخدمه في كندا، وحتى هنا غادي ندير اوكين ريبونس. في العشر سنين الاخيره شحال ديال التجربه كانت عندي في المهنه ديالي في بلادي. هنايا غادي ندير اكثر من 6 سنين هكا باش يكون عندي جميع الحدود. ولكن هاد 6 سنين اولا هاد التجربه المهنيه راه ماشي في جميع المهن اللي خدمتوهم، راه كاينه مكتوبه هنا بانها كتعلق في مهنه وحده اولا خدمه وحده. مثلا واحد خدام شيفور ديال كاميو لمده 5 سنين، عيا من داك الخدمه وبغى يخدم شيفور تاكسي، راه شيفور تاكسي راه عنده خدمه وعنده تجربه ديالو بوحدها، وبالنسبه للشيفور ديال كاميو راه تجربه بوحدها. اذا ملي غيبغي يدفع لونطري اكسبريس خاصو يدفع بالمهنه ديال شيفور تاكسي، وغادي يدير هنا 5 سنين ديال التجربه صافي، واخا في شيفور تاكسي خدم بزاف. بالنسبه لهذا السؤال ما تخلعوش من هاد الارقام اللي كاينين هنا، هادو عندهم علاقه بالتصنيف الوطني للمهن ديال كندا اولا لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون. راه فايت ليا درت فيديو كتهضر مزيان على هذا الموضوع، غادي تلقاوها في لو اي. خاصكم تعرفوا لو كود ديال الخدمه ديالكم، الا ما كنتوش عارفين لو كود كتمشيو لهاد الرابط كديروا اوفرير لو ليان دون ان نوفيل انغلي وكتقلبوا على الخدمه ديالكم في الجدول اللي كاين لتحت. هذا ما تقدروش تدوزوا كل صفحه بوحدها حيت كاين 51 صفحه، غادي تجيو هنا بحال اللي وريتكم قبيله وديروا سميه الخدمه ديالكم. مثلا انا غادي ناخذ نفس المثال، غندير نوتريسيونيست وغادي نعقل على هذا الكود اللي كاين هنا 31121. 31000 ماشي هو هذا لي كود اللي كاين هنا، اذا غادي ندير اوكون. هنا بالنسبه للفلوس او الدلائل الدعم المادي اللي غادي ديو معاكم في كندا، انا كيف ما قلت لكم غادي ندير الاجوبه اللي غيسلكوني هكا باش نوريكم المرحله الجايه.
وبالنسبه للاعضاء غادي ندير غير واحد، لان كل ما تزادوا الاعضاء كل ما الفلوس خاصهم يتزادوا. اذا كنفضل ان الاعضاء يكونوا قلال والفلوس كثار. واش عندك مهنه او عرض عمل في كندا دابا حاليا؟ غادي ندير وي غير باش كيف ما قلت لكم يكونوا عندي جميع الحظوظ. تاريخ ازدياد، هنا غندير تاريخ ازدياد وغنغش فيه شويه باش نبان لهم صغيره باش يقبلوني بسهوله. وفي هذا السؤال غادي نحط لهم الدبلوم اللي عندي، ونفس الحاجه غادي ندير اعلى دبلوم هكا باش يكونوا عندي الحظوظ كاملين. هنا خاصكم تختاروا الاجوبه الصحيحه اللي كيطبقوا عليكم. جو بوزيد او موان ان اون ديكسبيريونس لا كاتيجوري 0123، هذا هو الجواب الصحيح. ما قريتش في كندا، ما عنديش فرد من العائله اللي ساكن في كندا. وهنايا الا ما كنتوش كتحققوا حتى شي شرط من هاد الشروط غتختاروا هذا الجواب. هنا غادي يسولوني واش انا مزوجه او لا، غادي ندير لهم سيليباتير. انا ساليت هاد الفقره وعطوني النتائج ديال هاد التيست او الكويز اللي دوزت، وعطوني واحد النمره اللي هي اللي غادي تكون الكود ديالي باش ندفع لونطري اكسبريس. وهنا كيقولوا لي بان على حسب الاجوبه اللي عطيت راني مقبوله في الهجره السريعه. وهنا كاين المراحل اللي كنشجعكم انكم تصوروهم عندكم باش تعقلوا عليهم. اول حاجه خاص الكود هذا اللي كاين هنا نقيدو عندي. المرحله الثانيه هي انكم تامبريميو هاد الصفحه باش يبقاو عندكم جميع المعلومات و تقدروا تصوروها. من بعد كيقول لك خاصك تحل البروفايل، وباش تحل البروفايل غادي تمشي لهاد الرابط اللي غادي نحلو في النوفيل انغلي. دابا غادي ندوزو لهاد الصفحه اللي حلينا، غادي نديرو هاد الاوبشن او الاختيار ديال الكلي جي سي حيت عندنا اصلا داك الكود. هنا عندكم جوج فقرات سو كونيكتي و سو انريجستري. الناس اللي فايت ليهم حلو بروفايل ديالهم للحساب في لونطري اكسبريس غادي يدخلوا هنايا المعلومات ديالهم. حنا غادي نديرو سو انريجستري حيت اول مره غادي نحلو البروفايل. ديما كيقول لك لي كونديسيون دوتيليزاسيون كديرو جاكسبت. بعد كدوزو المرحله الثانيه اللي هي لو نو ديتيليزاتور، كتختاروا السم ديالكم، كتختاروا المود باس، وكتختاروا السؤال والجواب ديال سيكوريتي ديال الا شي نهار فقدتوا المود باس ديالكم كيعطيوكم سؤال والجواب باش تعاودوا تاخذوا مود باس جديد. وهنا كتديروا لادريس ايميل ديالكم. اذا لي زامي كنتمنى ان هذا الفيديو تكون عجبتكم. كيف ما قلت لكم للاسف غادي تكون اخر فيديو بالنسبه لونطري اكسبريس او للنظام لا سيليكسيون اكسي سور لي زونسومبل. ماشي معنيتها انني ما غنبقاش نبارطاجي فيديوهات على كندا، بالعكس فيما كان شي جديد ويستاهل انني ندير عليه فيديو غادي تلقاوه ان شاء الله في القناه. والا كانوا خبيرات صغار او معلومات صغار اللي خاصكم تعرفوهم راه غادي نبارطاجيهم معاكم في شورت يوتيوب وايضا في انستغرام على شكل ريل وستوري. وراه كاينه في الانستغرام واحد ستوري هايلايت اللي فيها جميع المعلومات وجميع ستوريات اللي درت على كندا، غادي تشوفوها هنايا في الصوره هكا باش كاع الا فلتو شي ستوري تقدروا ترجعوا في هاد ستوري هايلايت وتشوفوا جميع المعلومات. الا كان شي خبر قديم ومبقاش صالح وجا شي خبر من موراه في هذيك اللحظه غنمسح الخبر القديم وغادي تلقاو غير الخبر الجديد. دابا ما عليا غنقول لكم شكرا على المتابعه، نهاركم مبروك ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.